كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. معك جريدة كاب 24 اللي كانت سباقة باش دخلات في موضوع ملف ديال حمزة ولدك اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن ولدك كاين مع باه اللي انت الطليقة ديالو في طنجة، ومعاه مراه باه اللي حسب ما شفنا في الفيديو أنها كتضربو كتصلخو كتخليه بالجوع. ثم كان عندي حوار مع حمزة، أكد لي على أنه ما ظلمهاش وما كذبش عليها، راه داكشي كاين، علما أنه سبق له تنازل لها في قضية من القضايا مماثلة كان فيها العنف داكشي، ولكن قالك مادام عودت يعني الواقعة معناه صافي السيد ما بقى عنده. الناس بغا تفهم كيفاش الولد المعاق كين عند مرات الأب والام ديالو ما عندهاش. قبل ما نوصلوا لهذا السؤال هذا، عرفينا باسمك وشنو شنو يعني كيفاش تطلقتوا مع بلايف خلاصه. طلقت انا والسيد، يعني ما كناش كنتفاهموا شحال بقيت صابره حتى كبر ولدي حمزه. فاش كبر طلقنا انا وباه. قلت شحال هادي باش طلقتوا؟ دابا 3 سنين. اذن بالنسبه الفيديو ديال البارح اللي شفنا فيه حمزة كياكل العصا من مرات باه، وانتي كأم وصلك هذا الفيديو وشنو كان الشعور ديالك؟ وصلني هذا الفيديو، كان الشعور ديالي هو ما كنتش كنعس، هذه 3 ايام ما كنعش. فاش وصلني الفيديو ديالو هذه 3 ايام ما كنعش، بقى فيا بزاف كيتواصل معايا تنقول لي اصبر ولدي اصبر، حيت انا ما عنديش كيفاش ندير، كون كان عندي كيفاش ندير كون ركبت ومشيت جبت ولدي، ما انا ما عنديش كيفاش ندير واخا اذا بغيتي ولدك تجيبيه، ولكن نظرا لانك الظروف ديال الحضر ما عرفتيش كيفاش تجيبيه. واخا بالنسبه للمطالب دابا ديالك، باش كطالبي؟ انا كنطالب بحق ولدي، شحال من مره كيتنازل على حق ولدي. انا دابا كنطالب بحق ولدي، حق ولدي. انا دابا راه حنايا معقدين، العائله كلها معقده، كلشي العائله ديالو، لانه هو حمزه ما كانش كيمشي عنده ما غير في هذا الحضر، وهي راه اصلا ما كانش معاهم، هي راه عاد مشات، غير في هذا الحضر. داها واحد السيد بالرحيل ديالها ب1000 درهم باش داها. وشنو السبب باش كتعدى عليه؟ هي هكاك دايره معاه، هكاك تتقول ليه ما تدخلش الكوزينتي، ما تدخلش حتى نعطيك الماكله ديالك في بيتك، هكا تدير ليه. الا ناض في الليل بحال دابا مثلا، هي تدخل لبيتها وهو ناض في الليل، تيبغي يشرب ولا ياكل شي حاجه، تبقى تقول باه هو داخل الكوزينه، ها هو تيقرقب هو تيسمع تيتعقد، تيبقى يقولها ليا. تنقول ليه ولدي انا كندير لك ولدي، راه دابا يصبر ولدي، غيصبر ولدي، تيدوز هذا الحضر الصحي ولدي، راه نديرو شي حل ولدي. اذا انت بغيتي ولدك يجي لعندك؟ بغيت يجي. واش عندك امكانيات ديال تعالجيه؟ عندك امكانيات ديال السكن ديال باش انه يرتاح حتى هو كذلك؟
لا انا ما عنديش، انا دابا غير كاريه ساكنه في الكاطريام، ولدي مع العكاك وداكشي غنخاف عليه حيت انا ما كيقدرش يجي عندي هنا. علاش؟ حيت انا يا عندي الكاطريام ما يقدرش ولدي يطلع عندي، كنخاف عليه. هو كان كيمشي عند خويا الرباط، خويا دابا مشى لفرنسا، ما كاينش خويا دابا. هو فاش مشى دابا مع باه، هو راه مشى مع باه، ما مشاش، ما كانش مرت باه تما. فاش مشى هو مرت باه ما كانش. هو كيقرا كيتبع شي دراسه ديالو؟ اه تيتبع ديالو. شنو الدراسه ديالو دابا؟ هو في التاسعة. تسعة. تسعة. واخا عنده شي خوتو ولا خواتاته؟ عنده خو. شحال في العمر ديالو؟ 11 عام. 11 عام. تتهضروا هو وياه؟ تتهضروا وياه، تتهضروا، تتواصلوا. وي. واخا ما كانش شي إمكانية الصلح ترجع إلى راجلك وترجع العش كما كان وكذا، خصوصا أن سمعنا الآن بأنه كانوا واقفين على الطلاق، يعني الطالق ديالك السابق يعني كان مع زوجة الأب، مع الزوجة ديالو اللي كتعدى على حمزة، كانوا باغيين يطلقوا. يعني شنو الأسباب؟ يعني واش ما لقيتيش شي طريقة تجمعوا الشمل؟ لا ما نقدرش نجمع الشمل، واخا نمشي أنا ولدي قدام شي جامع ونسعى أنا وياه، ما نقدرش نرجع لذاك السيد. لا ما رجعش. لا واخا نسعى أنا ولدي، واخا نسعى عليه، شي نسعى على ولدي وما رجعش. وشكون اللي كينفق على حمزة دابا؟ هو حمزة كان كينفق عليه باه، هو باه اللي كان كينفق عليه، كان يعني كيمشي. ما كيتخلاش عليه باه من حيت لا ما كيتخلاش عليه. وعنده شي دراري اخرين من ديك المرأة؟ لا ما عندوش. اذا عنده غير حمزة. اي حمزة، وكانوا عنده شي دراري شحال هذا من مرأة اخرى. مرأة اخرى. واخا. اذا بغينا نعرفوا شنو بغيتي لحمزة، المستقبل ديالو، شنو بغيتي في صحته، شنو بغيتي، يعني شنو هي المطالب ديالك يسمعوها الناس؟ انا المطالب ديالي لحمزة هو بغيتو يتعالج، يمشي على رجليه، وهذا الشيء هو اللي كنتمنى لحمزة. وانا حمزة ما كراش نجمع معاه، انا غير كاريه دابا، انا كنخدم غير في المحلابات، ندير الملوي والحرشة. انا دابا حاليا راني غير جالسة، خويا هو اللي صيفط ليا باش كنصرف، خويا هو اللي صيفط ليا دابا ما ناكل، غير جالسة ما مخلصة لا كرا لا ما لا ضو. وشنو كانت الخدمة ديالك؟ شنو كديري؟ كندير غير الملوي والحرشة، وكنغسل المواعن، هذا الشيء اللي كندير. تغسل المواعن والحرشة؟ ما في حتى شي حاجة، كنخدم مع الناس ب 7000 في السيمانة. الشيء باش كلمة أخيرة هي أنا بغيت الحق ديال ولدي يرجع لي، بغيت الحق ديال ولدي يرجع لي، وبغيت ولدي يجي عندي. أنا ما واخا أنا ما راني ساكنة في الكاطريوم وما مستطيعش، ولكن بغيت ولدي يجي عندي، بغيتو. أنا راني مشوي ما كنعش، أنا فاش صيفط لي ولدي داك الفيديو واش ما كنعش، أنا ما كنعش، ما كنعش أنا ما كنش عارفة ديك السيدة دايره هكاك. أول مرة كنشوفها كتضرب ولدي هكاك بالصنادل وكتضربو، أنا كيتخيل لي دابا كيفاش ملي كانت كتضربو بالصنادل وكتضربو العنق وكتضربو وكتعطيه وكتشتف عليه وتتقول لي خليه يترس، خليه يترس، بحال هذا الحبس فابور، الحبس فابور. وهي ديما كتسب وديما تدي لي هكاك ديما. إذا كنشكروا المتتبعين، كنشكروا الجميع المتعاطفين، ولا نشكر من لا يؤيد عدم الدخول في في شرف ديال الناس اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصة واللي قالوا أقوالا غير الحقيقة. سنعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع وإلى هذا الملف، ولكن غنختموا بكلمة دعاء ولا كلمة أخيرة للوالدة ديال الضحية اللي هو حمزة. اخر كلمه ديالك توجهها للناس وفي وصيه. انا كنشكر الناس اللي غيساعدوني، انا كنتمنى ولدي يكون معايا، هادشي اللي كنتمنى، ما بغيتش ولدي يجي حدايا. هذا هو اللي تحضني الحضن، ولدي يكون حدايا باش يكون حداك وتنقي. هذا هو الامل، هذا هو الامل. حيت انا كنهضر معاه بالليل تنقول لي انا ما كرهتلكش حمزه، ما كرهتلكش، انت ما عنديش كيفاش ندير لك حمزه نجيبك، انت شوف كون كانت كراني في الصباح نوض بكري ولا نمشي دابا بالليل ونخرج ونجي. سمعتو مسكينه اش قالت؟ قالت ما بغيت انا لا فلوس ولا ديك الصداقات ولا اللي غادي يبين عليا انه مسؤول، بغيت ولدي نحضنه. شوف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ولا اله الا الله. وشهر مبارك سعيد كريم، والله يحيد عنا الجائحة، وجائحة الإهمال أيضا عليها أن تزول من المغرب. قارح أبو سالم، القنيطرة، كاب 24 تي في، الله يهنيكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.